تحياتنا استاذ محمد، احنا ثواني بنكون معك لمناقشة فعلا عمل نوعي. صلة رحم رائع رائع. 3 2 1 action. تحياتنا متابعين النهار بحلقة جديدة من برنامج عينك على الشاشة. تمكن مسلسل صلة رحم من أن يحتل المرتبة الأولى للأعمال الأكثر مشاهدة بحسب منصة جوائز النقاد للدراما العربية. بين رأي الطب والدين والقانون والمجتمع حضرت قضية جدلية جدا عنوانها العريض استئجار رحم. بصرنا نستضيف معنا بالنهار السيناريست والكاتب محمد هشام عبية. تحياتنا أستاذ محمد ورمضان كريم، ويعطيك ألف عافية على ما قدمت لنا بهيدا الشهر. شكرا جدا، ورمضان كريم عليكي وعلى كل الأهل في لبنان. منه بعيد عن أستاذ محمد أن يحصد ثمرة نجاح أعمال درامية عم بيقدمها، بعيداً عن مصطلح إثارة الجدل يلي بعرف أنت ما كتير بتفضل يستخدم. اليوم كيف استقبلت ثمرة هيدا النجاح يلي حصده مسلسل صلة رحم؟ هو زي ما حضرتك قلت فعلاً، أنا مصطلح إثارة الجدل ده أنا لا يعني لا أفضله. هو أنا بقول دايماً إن الفن بشكل عام دوره إثارة التفكير والقلق، ان احنا نبقى قلقين للافكار اللي راسخه عندنا، ان هي مش من ضرورة تبقى راسخه ونعيد التفكير فيها. وده اللي بحاول اعمله يعني في بعض الاعمال او معظم الاعمال اللي بكتبها، وهو الحمد لله اتحقق جدا في صلة رحم. ورد الفعل كان الحقيقه، انا كنت عارف ان بما ان الاطار العام الخارجي للمشروع بيناقش قضيه ممكن تثير الجدل فعلا بين قوسين تاجير الارحام، بس في نفس الوقت كنت عارف ان ده مدخل وان احنا هنناقش اكتر من قضيه اكبر من كده. والرد الفعل كان كنت عارف ان هيبقى في رد فعل، بس المفاجئ بالنسبه لي ان الرد الفعل كله كان ايجابي، كان استثناءات نادره جدا جدا، وانه الكل اشتبك مع الشخصيات وكل تعايش معاهم وبدا يفكر في مصائرهم وقراراتهم، وهو ده غايه المشروع بصراحه. فانا كان رد الفعل بصراحه مرضي جدا جدا ليا، واعتقد انه في جزء منه انه ان المشروع ما كانش داخل يثير الجدل، هو كان فعلا كان داخل يناقش الموضوع بهدوء وبانسانيه اكثر منها اي حاجه، وعشان كده وصل لقطاع كبير من الجمهور. سابدا معك استاذ محمد من النهايه وليس البدايه، البدايه ساعود اليها لاحقا. النهايه كانت صادمه، كانت موجعه، دفعت المتابع والمشاهد إلى عدم طرح سؤال واحد فقط، إنما جملة من التساؤلات المتعلقة يمكن بوجودنا، تساؤلات حياتية متعددة، وبالتالي لم يقتصر التساؤل على عنوان اللي هو استئجار رحم أو مثل عنوان المسلسل صلة الرحم. خبرنا عن هيدي النهاية، كواليس النهاية. كتير أنا شخصياً من خلال المتابعة اللي كانت من حلقة لحلقة لأعرف شو ممكن بده يصير، ولكن وصلت إلى نهاية لم أتوقعها. هو يعني النهاية بعد ما اتفقنا عليها أنا مع الأستاذ المخرج الأستاذ تامر نادي والأستاذ إياد نصار، كنت وصلنا لها تقريباً قبل تصوير الحلقة الأخيرة اعتقد باسبوع 10 ايام، وقبلها قعدنا نتناقش كتير في النهايات. يمكن انا كتبت اربع على الاخيره، كتبت اربع مرات باربع نهايات مختلفه، وكل مره كنا بنجرب الاثر بتاع النهايه ده، هل هو الاثر قوي ولا لا، هل احنا شايفين النهايه دي النهايه اللي تستحقها المسلسل بعد الرحله دي ولا لا، هل فعلا النهايه زي ما حضرتك بتقولي دي هتثير الكثير من الاسئله مش سؤال واحد ولا لا. والحقيقه كمان لما استقرينا على النهايه دي كان في فضول من باقي فريق العمل يعرفوا النهايه. كان بدي اسالك انا كنت بسالهم قول لي انت توقعاتك ايه، فيقول النهايه احنا جربناها قبل كده وكتبناها، او يقول نهايه ثانيه خالص، بس لم يتوصل احد مطلقا لهذه النهايه. فده اللي اشعرنا جميعا ان احنا تمام على الطريق. حتى كمان قبل عرض الحلقه بيوم او اثنين بدا الناس على تويتر او على اكس وعلى الفيسبوك يكتبوا تصوراتهم عن النهايه. نعم. فكنت منتشي جدا ان كل اللي كتب نهايه غير اللي هتحصل يعني. هو يعني الحمد لله كان توفيق، اعتقد
توفيق مبني على ان احنا كل اللي شغالين في المشروع نعم كلهم تشربوا وتشبعوا بالرحله وبالشخصيات، وكلنا كان عندنا حرص ان احنا نعمل نهايه اولا منطقيه دراميا، ولا تصدر حكما على احد ولا تصدر حكما على طرف، وكعاده الفن يعني تطرح المزيد من الاسئله. فالحمد لله كانت النتيجه الحمد لله مرضيه جدا، ما فيش تقريبا برضو يعني حد انتقد النهايه باستثناءات قليله جدا. أستاذ محمد، بدأنا من بس قبل كمان ما أسأل، ما في لن أستطيع إلا أن أسأل كمان إضافة ما أنه في 4 نهايات، هل كمان كانت النهايات التي لم تؤخذ كمان حتكون منصفة لو تُخذ أنه تكون إحداها يعني بعين الاعتبار، حتكون كمان بذات المبدأ بذات الروحية هتاخدنا لذات المطرح؟ لا أكيد مش نفس المكان يعني، ولكن كانت كتير بعيدة عن النهاية الأخيرة يلي اتخذ فيها القرار. في نهايات يعني تقريبا كل النهايات كانت تحمل ذات الدلاله نعم بتاعت النهايه اللي تم اللي احنا شفناها على الشاشه، بس في نهايات كانت مرتبطه بمين يعني هيدفع روحه ثمنا لهذه النهايه. إيش؟ يعني المسارات بقى كتيره، كنا بنجرب في كذا حاجه وبنشوف ده هيضرب في ايه، لا ده ممكن يبقى صادم لكن مش منطقي، او ممكن يبقى منطقي لكن في قصتنا هيعطي دلاله سيئه. فهي عادة في المشاريع اللي بدأتها قبل كده يمكن 60 دقيقة أو بتلوق الروح، المسلسلين اللي كتبتهم قبل كده منفردة نعم يعني ببقى متصور وحاطط نهاية معينة. كان ممكن تموت حنان يعني. أنا مش هقول هعود للبداية، بداية القصة أستاذ محمد، يعني اليوم العنوان العريض مثل ما سبق وقلت بالبداية استئجار الرحم، أو يعني كان موضوع عميق جدا ويحسب لحضرتك ولصناع العمل والشركة المنتجة الصباح إخوان عبر أنور، الأستاذ أنور صادق الصباح وفريق العمل كلياته. أستاذ محمد، هيك فكرة كيف ولدت؟ أنا بعرف أنه أنت يعني أوضحت هذا الموضوع، ولكن اليوم يمكن آخر شيء ممكن كنا نفكر فيه أنه نحضر ونتابع وحدا يعطينا معرفة وليس فقط معالجة درامية لموضوع كتير تابو. هو الحقيقة أنا بدافع يعني طبيعتي قارئ، يعني بهتم باللي بيحصل، مش قارئ بس للكتب، قارئ كمان جدا للظواهر المجتمعية اللي بتحصل في مصر والعالم العربي، بحس إن كلهم مرتبطين ومش مشتبكين مع بعضهم. نعم ودي يعني دي لوازم الشغلانة، لوازم إن أنا أكون كاتب إن أنا لازم أكون قارئ، مش حاجة إضافية يعني. فالموضوع اللي له علاقه بتاجير ارقام لفت انتباهي فعلا من فتره، ولاحظت انه في تحقيقات اتعملت عنه في مصر والمنطقه العربيه، تحقيقات صحفيه وتقارير تلفزيونيه. ما اقدرش احكم بدقه الموضوع وصل الى حد الظاهره، لكنه موجود، وبالتالي هو كمان في كل المنشآت الدراميه اللي ممكن كاتب يحلم بيها. يعني نعم في اب وام عندهم ازمه، وفي ام بديله هتحمل في ابنهم، وفي 9 شهور حمل، هو مغري جدا بالدراما يعني. فكانت الفكره موجوده لكن بصراحه ما كنتش مستقر هتناولها باي زاويه واي منطق. ثم ياتي القدر بقى ويقول كلمته، لاني لقيت اتصال من الاستاذ انور صادق الصباح، الصديق العزيز في شركه صادق الصباح، اللي بيجمعني بيهم علاقه ود ممتده يعني نجاحات كثيره يا رب تمتد، وقال ان هم عندهم فكره لمشروع عن تاجير الارحام. فحسيت بقى ان هو ده نداء يعني لابد من تلبيته، اف ورحت فعلا وقعدت مع الاستاذ اياد نصار. كان تم الاستقرار على الاستاذ اياد نصار كبطل العمل، ومع الفنانه اسماء ابو اليزيد والاستاذ سامر نادي كمان، نعم ولقيت عندهم الفكره. لكن انا بدات كل طرف بيدخل في العمليه الفنيه الابداعيه بيحط جزء من طاقته ومن روحه ومن وجهه نظره في الحياه وفي الاشياء. فبدات اعيد ترتيب يعني، خدت بس مصطلح تاجير الارحام وبدات اكون العالم اللي احنا شفناه في المسلسل من شخصيات، من الشخصيات المساعده، من تفاعلاتهم مع بعض، من صحيح. التباين في الطبقات المجتمعيه. وبدات انسج ده
وطبعا كان في كمان جلسات عمل مشتركه مع الاستاذ تامر نادي المخرج والاستاذ اياد وباقي حتى الفريق العمل. احيانا كانوا بيقولوا لهم افكار يعني رؤيتهم عن الموضوع واحساسهم بالشخصيات اللي بيعملوها كان بيفيدنا يعني، نعم الى ان ظهر المسلسل بصورته النهائيه يعني. أستاذ محمد، نحن بنعرف أن الدراما بطبيعة الحال هي مرآة عن المجتمع. اليوم طرح هذه القضية جعلتنا عن جد نعيد التساؤل ونسأل بين بعضنا قديه هذا الموضوع موجود بواقعنا العربي بعالمنا العربي، ومثل ما هيك تابعنا بقلب المسلسل في عبارة أنه الفتوى يعني متغيرة ممكن تتغير مع الزمن، فقديه واقعية هيك مصطلحين كبار بعالمنا العربي موجودين. لا طبعا، انا لما بدات اشتغل على المشروع بعمل الواجب الطبيعي اللي بعمله في اي مشروع، بقوم بعمليه سيرش على مستويين، سيرش في مصادر مفتوحه باخد فكره عامه عن المشروع، قد اقرا كلمه واحده في تحقيق صحفي ما او في تقرير منشور او خبر في منصه يديني افكار، ثم نعم بعد كده بيجي مساله بقى البحث المتعمق وبيساعدني فيها احد الزملاء الصديق علاء عزمي، هو باحث درامي وفيلم ريسيرش. في المرحلتين اكتشفنا ان الظواهر دي موجوده بقوه في المجتمع العربي، مساله البحث عن لان موضوع تأجير الرحم هو بيقوم على طرفين اساسيين في الحياه، الطرف الاولاني رغبه طرف في انه يقيم اسره، ودي رغبه فطره تقريبا يكاد يكون احنا يعني احيانا بنبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ عليها، فكره الاسره. صحيح. والطرف الثاني اللي هو غالبا بتمثله الام البديله بيكون مشارك لغرض محاربه الفقر والعثور على المال، ودي برضو حاجه غالبا لن تختفي من الكون يعني. الشقين الرغبتين موجودين طول الوقت، وبالتالي اعتقد هيفضل طول الوقت النمط ده والنسق ده قائم لانه اطرافه قائمه. لكن الفكره انه ما فيش احصاء واضح، لان تأجير الارحام مجرم قانونا في كل الدول العربيه، صحيح. فما فيش احصاء واضح لايه اللي بيحصل، لكن في اشارات على ان الموضوع بيحصل في العالم السفلي الذي لا نراه، وان الاطراف المشاركه فيه مش اشرار بالضروره، بل بالعكس كل واحد عنده دوافعه الخيره من وجهه نظره، حتى وهذا اللي لو هو شفناه عارف بالمسلسل. بالضبط، حتى لو هو عارف يقينا انه وفقا للفتاوى الحاليه فهو امر غير جائز قانونا شرعا ولا قانونا، فهو دايما عنده المبرر لانه بيكمل في ده. وانا صراحه عندي شغف طول الوقت بمعرفه كل ما هو تحت الطبقات اللي احنا شايفينها، بحب دايما ادخل الطبقات الغير مرئيه، سواء بقى فيما يتعلق بالحوادث والاحداث والقضايا او فيما يتعلق حتى بالنفس البشريه، لان انا عندي قناعه طول الوقت ان مش دايما الشخصيه اللي ظاهره للناس هي بطبيعه الحال اللي بتعكس شخصيه الانسان، في جزء تاني صحيح خفي احيانا هو صحيح حتى ما يعرفش وجوده. فتورطه في حوادث او في مواقف هي اللي بتخرج الشخصيه الداخليه الحقيقيه دي وبتظهر، وهي اللي بتتحرك وهي اللي بتدير مش شخصيته الظاهره للناس. كل دي بصراحه كانت عوامل مغريه جدا للمشروع، وكان من المثير يعني انه بعد عرض عدد معين من الحلقات ان تواصل معي احد الاشخاص الذي لا تجمعني به علاقه يعني، وهو مصري مقيم في احد الدول العربيه، حكى لي انه مش قادر يكمل المسلسل لانه تقريبا بيتفرج على نفسه، ولانه مشي في نفس المشوار لفتره وبنفس التفاصيل بنفس تقريبا الاشياء كلها، ولكن يمكن تقدم شويه في المشروع، لكن المشروع لم يكتب له النجاح لاسباب عده يعني. وده يكشف ان لا، ان الموضوع الى هذه الدرجه حقيقي، وانه الانسان في احيان كتير لما تستبد به رغبه ويستشعر انه قادر انه يحققها بيبذل كل ما يملك في سبيل ذلك، طالما مؤمن بيها لهذا الحد ولهذه الدرجه. يحسب لكم استاذ محمد، ما فينا ننكر ابدا خلال متابعه هذا المسلسل، يمكن مثل ما قلنا هيدي العباره بين قوسين اثاره الجدل ما كانت موجوده، لانه حضرتك وصناع العمل قدمتوا قراءه شامله، والاهم هو الجزء يلي
عم نسمع فيه رأي الدين ورأي الشرع بهذا الموضوع، لم تتركوا أي جانب حتى الجانب الطبي، مخاطر استئجار الرحم على المرأة المؤجرة للرحم كلياته كان مغطى بهذا العمل. فيعني فعليا أستاذ محمد يعطيكم ألف عافية على تغطية جميع الجوانب، ما أخفلت ولا زاوية، حتى يعني من هيك يمكن معظم الإشادات عم بتكون لصالح هذا العمل، وقليلة الأمور النقدية اللي عم بتكون فيه. الحمد لله، لان هو ده. وانا عاده فعلا حقيقه مش بقولها مجرد كلام، انا بعمل كل المجهود اللي ببذله في العمل، وبعد كده من حق اي شخص ينتقده كما يشاء، بس نعم من غير بس ما يبقى تجريح لشخص، لاحد في المشغلين في العمل، او اتهامات بقى بالتكوين والتكفير وما الى ذلك. غير كده تمام، صحيح انت من حقك تستقبله او ترفضه كليا يعني، او تستقبل بعضه او ترفض بعضه يعني. فانا كنت حريص على ده، ان احنا مش داخلين فعلا يعني، انا كان غرض استفزاز عقل المشاهد وليس استفزاز جوارحه. احنا جايين نتخانق، احنا جايين صحيح نتناقش. ده اللي انا كنت صحيح غرضي من الموضوع يعني. الإجهاض كمان يعني كان معالجة، حتى موضوع الإجهاض لم يتم إسقاطه، فقط أنه لأنه عندنا موضوع استئجار الرحم علينا أن نربط بطريقة ما، حتى كمان نتطرق إلى قضية جدلية أخرى كمان لا زالت موجودة، وبعده يمكن اليوم السؤال الكبير والعريض أنه أحقية النساء اليوم باتخاذ هيدا القرار. ولكن محمد جمعة يعني اللي عم بيأدي دكتور خالد، ورائع رائع رائع دوره فعليا، كمان قال أنه هيدا الإجهاض هو فرصة للنساء حتى تعيش. يمكن هون كمان فتح شوي باب جدلي، أنه هل هيدا مبرر للنساء، أنه كمان شفنا القصص من خلال علاقة غير شرعية واضطرارها لأنه تنقذ نفسها من كان عندنا 3 حالات إجهاض بهذا المسلسل، وكل منا إلى قصة. اليوم التعامل حتى مع هذا الموضوع الجدلي كيف أخذتوه، من يعني كيف تم تدويره بهذا العمل تحديدا؟ زي ما قلت لحضرتك، هو انا حصيلة ما اقرا، فهو الموضوع بتاع الاضطهاد في مصر وبعض الدول العربيه، يمكن اظن هو في يعني مقر قانونا، يمكن في تونس بس على ما اعتقد، وباقي الدول العربيه لا. نعم فهو برضو الموضوع مثير دراميا، لدرجه ان انا في مرحله كنت مشغول بانه اعمل عنه مشروع بشكل عام، لانه حاجه بتحصل، ويمكن اكاد اكون اجزم انها بتحصل بانتظام وباتفاق من كافة الأطراف دون أن نعلن عنها. نعم ودي الموضوعات اللي أحب أتكلم عنها يعني. فكنت مشغول بيها، وبعدين لكن الحقيقة أنا ما دخلت مشروع ثلاث رحمة، ما كانش عندي الهاجس إن أنا أدخل مسألة الإجهاض هنا. لكن أول ما قررت إنه الشخصية اللي هتقدم الدعم للبطل اللي هو دكتور خالد، هو دكتور لضرورات درامية، لضرورات درامية لازم يكون دكتور نساء، ثم اكتشفت انه ماذا لو كان دكتور نساء وعنده مبادئ مضاده للبطل بتاعنا، فده يعمل تفاعل شكله ايه دراميا. فقلت طب خلاص يعني يبقى متخصص، يعني بيعمل عمليات اجهاض بشكل غير قانوني. هنا تولد الموضوع بشكل تلقائي، مش بشكل قصدي، عشان كده يبدو بان كانه حدث مع حاجه سياق انا عامله الأحداث. مع السياق فعلا، لانه مفيد دراميا. ثم لما جت الفرصه في مساله انه كان لازم الدكتور خالد يعبر عن وجهة نظره، هو ليه بيعمل ده اصلا، وجدت ان انا هنا بتكلم بلسانة شخصية ومنطقها، بغض النظر دي بتعبر عن قناعاتي 100% ولا لا، لكن كان لازم هو يتكلم بالموقف بتاعه ده، ولانه ويقول ده في هذا التوقيت. ويمكن من برضو من تصاريف القدر يعني، ان ترتيب المشهد بتاع خالد انه جه في الحلقة قبل الأخيرة تقريبا، بعد ما تشبع وتفاعل الجمهور مع الشخصيات، خلى استقبالهم للحوار اللي هو ممكن يكون صادم جدا لو اتقال مثلا في الحلقات الاولى قبل ما يندمجوا مع الشخصيات ويتعاطفوا فعلا معاهم، فعلا ترك الاثر المقبول اللي خلى الناس يعني برضو تعيد النظر. يعني من احلى الاتصالات اللي جات لي بعد العمل برضو من مشاهده لا اعرفها، شابه يعني في العشرينات، يعني بتقول انها تدخل النقاش طول الوقت مع والدتها فيما يتعلق مساله الاضطهاد، والدتها كانت رافضه تماما وشايفه انه حرام قطعا. لكن بعد المشهد ده والدتها بدأت تستشعر انه الموضوع مش لازم يبقى كده في كل الحالات، لازم يبقى في تفكير ان كل حالة ينظر ليها حسب طبيعتها وحسب الحالة الصحية للسيدة وحسب المجتمع اللي هي عايشة فيه.
الخلخاله دي جايه من فكره انه الناس بتعيد النظر في المسلمات المجتمعيه، وهي ليست بالضروره مسلمات يعني، فنعيد النظر فيها هنجد ان هي لا مش مسلمات، ممكن تتغير، لانه اكيد انقاذ حياه شخص غاليه جدا قصاد قوانين، قصاد القوانين صحيح اللي ممكن تكبل محاولاتنا لانقاذ هذه الحياه. أستاذ محمد، كمان يعني أنا غصت كتير بالمسلسل، وليس فقط يعني قضية استئجار الرحم، وليس فقط الإجهاض، أيضا تعرفنا على تفاصيل الخلع، كمان قضايا الخلع اللي صارت، قضايا أسرية، قضايا الحياة الاجتماعية البائسة يلي أكيد مش بس المواطن المصري عم بعيشها، إنما هي بتجسد كل مواطن يعني عربي بالنهاية، عم بلاده عم بتمر بظروف اقتصادية معيشية عم بعيشها. اليوم من بعد ما نحضر 15 حلقة من صلة رحم، كل واحد صار عنده نظرة إنسانية معينة بدأ من نفسه. اليوم من بعد ما كاتب هيدا العمل خلص وشاف نتيجته على الشاشة الصغيرة، شو طلعت بخلاصة منه للمسلسل؟ شو ايه سوري معلش الخلاصة اللي خرجت فيها يلي وصلت لها أنت كمشاهد وليس كاتب العمل مثلك. هو تقريبا نفس اللي حضرتك بتقوليه، اللي هو فكرة انه ان الحياة مش ليس كما تبدو او كما نراها في سلوكات الآخرين، انه ان الحياة ممكن تفرض علينا ان احنا ندخل في مسارات غير متوقعة، وعلينا ان نكمل فيها للنجاة بما نريد، وان دي اهم حاجة يمكن، ان احنا مش جهة اصدار احكام، ان احنا كأشخاص مش جهة محكمة للأشخاص الآخرين ونصدر عليهم الأحكام، سواء بقى أو الوصم أو الإدانة. احنا ده مش دورنا في الحياة، احنا دورنا في الحياة إن احنا نقدم الدعم لبعض، وإن احنا نعيد النظر فيما نتصور إنه لا يمكن تغييره. صحيح، وإنه أنا في رأيي كمان إن السمة المميزة ودي فعلا اكتشفتها كمشاهد حقيقة بعد ما اتفرجت على المسلسل، مش وانا بكتبه، انه الاشخاص اللي حققوا اغراضهم في المسلسل بدرجه او باخرى هم الاشخاص اللي ابتسموا بالتسامح. سمه التسامح والمغفره هي اللي خلت مثلا شاكر ونوره لو يتجوزوا في نهايه الامر، ان هم كان بينهم مشكله بسبب ان شاكر تهرب من مسؤوليته عن حملها بالخطا. صحيح، ان شئنا ام ابينا ان في لما ليلى زوجة حسام في ظل اضطرابها النفسي ارتبطت برجل اخر، هو تسامح لما هي صح، تسامحت مع زلته مع حبيبته السابقه، وافقت ان هي تكمل معاه في رحله الرحم المستاجر. هي الفكره كلها، كلما يعني مساله التسامح ومساله المغفره والغفران، وفكره ان احنا ان الخطيئه الانسانيه دي، ان الخطا والضعف الانساني هو وارد، لكن ازاي نعالجه؟ يعني بصراحه دي انا فعلا كمشاهد من الحاجات الكتير اللي انا بدات افكر فيها بعد رؤيه المسلسل. وعلى سبيل المثال كنت باخد نقاش مع احدى الزميلات الصحفيات في مساله انه ليه رغم ان الطرفين اللي بيمثلوا القانون والدين، اللي هو مثلا شيخ جابر واخو الدكتوره ليلى زياد زياد، ورغم ان الاثنين تقريبا ما عملوش حاجه يمكن وصفها بانها شريره، لكن هم كانوا افتقدوا صفه التسامح والمغفره. فده بالنسبه لنا اظهر لنا انه مش قادرين نتعاطف معاهم رغم ان هم حقيقه ما عملوش حاجه غلط يعني. حتى استاذ محمد، المشهد الاخير وقت وفاه، يعني مشهد وفاه الدكتور حسام زياد، انا شفته عم يبكي، فتساءلت بيني وبين نفسي انه بعد كل ما اقترفته يعني انا شفته انه اقترف حاجه غلط، مع انه هو كان عم يشتغل قانونا، صح بالظبط، ليك ما لوين هو اخذتنا. انت جاي تعيط عليه دلوقتي وانت اللي كنت، ما هو اصلا هو اللي بيعمل الصح يعني. صحيح، فهي دي الفكره، هي دي الفضيله بتهيألي، اللي يمكن واللي يمكن هي تسربت لي من غير ما ادري كمشاهد فعلا، وما كنتش واعي ليها حقيقه وانا بكتب يعني، لانه احيانا بتطلع اشياء مش مقصوده، لكن هي بناء على بناء بقى شخصيات وتفاعل الاحداث بيصل المعنى للجمهور يعني.
قبل ما أختم أستاذ محمد بهالمقابلة فعلا اللي عم تطلع من القلب، يلي عن جد استمتع بهاي اللوحة الدرامية بكل صدق. الموسيقى التصويرية يلي وردت بهيدا العمل، إن كان من التيتر يعني إشارة المسلسل، حتى الموسيقى توظيفها داخل المشاهد، دخلت وخدمت المشاعر يلي كان لازم توصل للمشاهد. وما فينا إلا ما نشكر كمان هالفريق المبدع من الممثلين، إن كان أكيد المبدع إياد نصار أو يسرى اللوزي، يعني أسماء أبو هبة اليزيد. عبد الغني، أسماء أبو اليزيد، صفاء جلال، وأكيد المخرج كمان اللي كان عنده هيدي الرائعة، العين الرائعة، تامر نادي كمان. هالخلطة كلياتها توظيفها بالمكان المناسب لتكتمل مثل ما بقولوا اللوحة الدرامية اللي كان عبالك أنت تتقدم بهالطريقة. الحقيقة فعلا أنا يعني هذا المشروع كان يعني مدعوم، أشعر وكأنه مدعوم من السماء، لأنه كل اللي مشاركين في العمل كان عندهم طاقة وشغف شديد بالعمل كله ككل وبدور كل واحد فيهم. حقيقة تامر نادي ودي أول مرة أتعاون معاه، يعني فعلا كما وصف كان مايسترو رائع للمشروع جدا، كان مهتم بكل التفاصيل، كان مركز بطريقة شديدة جدا في انه في الاختيارات وفي الكاستنج وفي كل حاجة، وفي احساسه باللحظة الدرامية اللي بيكون فيها الابطال موجودين وبالتسلسل وبالايقاع المسلسل، انه رغم انه بيناقش قضية ممكن تكون ثقيلة لكن المسلسل كان ايقاعه مشدود نعم ومشوق للغاية جدا. طبعا كل الممثلين بلا استثناء كانوا مدهشين، اياد نصار انا في اي واحد من اهم ادواره، لأنه هو مليء بالطبقات، هو استطاع أن يمسك كل هذه الطبقات بوعي وذكاء شديد جدا. تمام. كمان أسماء أبو اليزيد طبعا كانت مدهشة في دور الفتاة رائعة. الحادثة التلقائية، ودخلت عالم هي مضطرة تدخله لكن مش عارفة هو اهتم فيه إيه، وفقط هي بتبحث عن الشعور إنها تنام من غير خوف، ده كان كل طموحها في المشروع أصلا. يوسف روزي نفس الكلام، طبعا أدت مشهد الإيجاد مشهد مؤثر جدا وأدته باقتدار، وباقي التطورات في الشخصيه كانت مدهشه. كل الناس بصراحه، كمان الممثله السوريه ريام كفرنا قدمت الدور بوعي أكيد ما جدا بدنا ننسى. وبطبقه حساسه جدا 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 كلهم بصراحه، ونور عبد الرحمن ومحمد السويسي، محمد السويسي اللي انا كنت بشوفه اصلا اللي هو كان طالع جوز حنان، كنت بخاف لما بيطلع على الشاشه، بخاف يدخل عليا يعني مش يعني. الحقيقه كان كل العناصر مدهشه، وطبعا موسيقى الاستاذ اشرف الزفتاوي حساسه وكانها صنعا لكل شخصية، وكأنه كان مع الشخصية وهي بتتكون داخلي ومع وداخل الأستاذ تامر نادي، وقدر يوصل فعلا لإحساس كل شخصية بدقة، وبقت كل تيمة موسيقية طالعة مع شخصية متناغمة معاها جدا. والحقيقة فعلا فعلا أعتقد إن السر ده إن كان في محبة بين كل الأطراف المتشاركة، محبة شخصية ومحبة كبيرة للمشروع، وإن إحنا عندنا إحساس إن إحنا بنعمل مشروع مهم بالنسبة لنا وهيفرق لما يظهر للناس، فطاقة الحب دي فعلا ظهرت في العمل ككل. يعطيكم ألف عافية أستاذ محمد. أنا بدي أقول لك هيدا العمل فعلا قدم لنا خلطة متنوعة، خلتنا نعيد التفكير بمبادئ الإنسان بالحياة والتسليم دائما بالقضاء والقدر، وفتح لنا مثل ما قلت لك بالبداية. صحيح، ووصل العمل من 15 حلقة لنهاية، وإنما فتح نقاشات، يعني أنت والزملاء ونحن والزملاء عم نخوضها، وما بعرف إذا في إلها إجابات بالمنظور البعيد. بدي أشكرك، بدي أقول لك يعطيك ألف عافية، وبانتظار إن شاء الله دائما هالمعالجة الدرامية اللي بتحترم فعلا عقول المشاهد العربي. رمضان كريم، وشكرا على إطلالتك معنا أستاذ محمد. شكرا جدا رمضان كريم، شكرا جدا جدا على الاستضافة والحوار اللي انا استمتعت بيه للغاية، شكرا جدا. شكرا، شكرا لك. شكرا متابعينا النهار على المتابعة، انطرونا أكيد بحلقة جديدة من برنامج عينك على الشاشة.